يعني في ساعات مساء هذا اليوم تم سحب لواء 13 من او كتيبة 13 من لواء جولاني. لواء جولاني يتكون من 4 كتائب، ولكن ما تم سحبه حتى هذه اللحظة كتيبة واحدة فقط من هذا اللواء. وهذه الكتيبة المعروفة باسم 13 هي مكونة من 5 سرايا، وتم سحبهم بعد أن قتل من هذه الكتيبة لوحدها 44 جنديا وضابطا وقائد هذه الكتيبة. نتحدث عن قائد قتل و8 ضباط، أما الباقي جنود خلال المعارك في قطاع غزة. وأيضا وفقا للإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم صفوف هذه الكتيبة، وأيضا لأخذ قسط من الراحة. لذلك أن يتم سحب هذه الكتيبة هو يأتي بعد يوم واحد أيضا من سحب كتيبة أخرى تم سحبها بالأمس، وهي الكتيبة 101 من لواء المظليين الذين تم سحبهم أيضا من داخل قطاع غزة. على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة يحاول سحب الكتائب التي تعرضت لضربات داخل قطاع غزة من أجل إعادة تنظيم صفوفها كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي، ومن أجل أيضا إعادتها مرة أخرى إلى قطاع غزة، ولكن بعد أن يأخذوا قسطا من الراحة لعدة أيام. حتى هذه اللحظة لواء جولاني كلواء هو يعمل داخل قطاع غزة، ولكن ما تم سحبه على الأقل هو كتيبة واحدة من أصل 4 كتائب من هذا اللواء.